صباح الخير يا كيجوان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. تعالوا بقى النهارده يا كيجوان هنكمل مع بعض حرف الفاء. هنكمل مع بعض حرف ايه؟ حرف الفاء. احنا اتفقنا ان اسمه ايه كيجوان؟ اسمه حرف الفاء. طيب صوته عامل ازاي؟ طيب مين هم اصحابه بقى؟ يلا نقولهم مع بعض. فاء فراوله، فاء فراوله، فاء الفاء لإيه؟
فيل فورة فراولة، ف فتح ف فراولة، ف فتح ف فراولة، ف فتح ف فراولة. وعندي ايه كمان يا كيجوان؟ اه عندي فانوس، ف فتح ف فانوس، ف فتح ف فانوس، ف فتح ف فانوس. عندي ايه كمان يا كيجوان؟ فراشة، ف فتح ف فراشة، ف فتح ف فراشة، ف فتح ف فراولة، ف فتح ف فانوس، ف فتح ف فراشة. وعندي ايه كمان؟ عندي فأس، ف فتح ف فأس، ف فتح ف فأس، ف فتح ف فأس. اه طيب تاني صاحب عندنا هو ايه؟ هو الكسرة. الكسرة لما جت مع حرف الفاء غيرت صوته لايه؟ في، في. طيب مين من اصحاب حرف الفاء هنا هيجي مع صوت في اللي هو صوت ايه؟ صوت حرف الفاء وتحديد الكسرة. ها صورة ايه دي؟ فجل، فاء كسرة في فجل، فاء كسرة في فجل، فاء كسرة في فجل. وعندي ايه كمان يا كيجوان؟ ها فنجان، فنجان، فاء كسرة في فنجان، فاء كسرة في فنجان، فاء كسرة في فنجان. وعندي ايه كمان؟ عندي فيل، فاء كسرة في فيل، فاء كسرة في فيل، فاء كسرة في فيل. تاني يا كيجوان، الكسرة لما جت مع حرف الفاء غيرت صوته لايه؟ في. طيب كلمة فجل ايه اللي حصل وانا بنطقها؟ ها فجل، فجل. ايه اللي حصل؟ كسرت حرف الفاء. طيب ولما نطقت كلمة فنجان ايه اللي حصل؟ برضو كسرت حرف الفاء. فنجان، في، في، فنجان. وايه اللي حصل لما نطقت كلمة فيل؟ برضو كسرت حرف الفاء. ايه اللي حصل؟ بصوا، فيل، فيل. ايه اللي حصل؟ كسرت حرف الفاء. طيب اخر صاحب عندنا هو مين؟ هو الضمة. الضمة لما جت مع حرف الفاء غيرت صوته لايه؟ فو، فو. طيب مين من اصحابنا هنا بيبدا بصوت فو؟ ايه هو صوت فو ده يا كيجوان؟ يعني صوت حرف الفاء وفوقيه الضمة. عندي ايه؟ عندي فرشاة، فاء ضمة فو فرشاة، فاء ضمة فو فرشاة. ايه اللي حصل وانا بنطق كلمة فرشاة؟ ضميت بقي. بصوا كده، فرشاة، فرشاة. ايه اللي حصل؟ ضميت بقي. يبقى كلمة فرشاة بتيجي مع الضمة، فاء ضمة فو فرشاة، فاء ضمة فو فرشاة. وعندي ايه كمان يا كيجوان؟ عندي كلمة فلفل. ايه اللي حصل برضو وانا بنطق كلمة فلفل؟ ضميت بقي. فلفل، فلفل، فاء ضمة فو فلفل، فاء ضمة فو فلفل. وعندي ايه كمان يا كيجوان؟ اه طيب كلمة فقر هتيجي مع الفتحة ولا مع الكسرة ولا مع الضمة؟ هي بصوا كده على بقي وانا بنطقها، فقر، فقر. ايه اللي حصل؟ فتحت بقي. طب انا لما بفتح بقي تبقى فتحة ولا كسرة ولا ضمة؟ اه يا ميس فتحة، عشان انا فتحت حرف الفاء. يبقى كلمة فقر هي بتيجي مع الفتحة، فاء ضم، فاء فتحة فاء فقر، فاء فتحة فاء فقر. يلا نقولهم تاني مع بعض، فاء فتحة فاء فراولة، فاء فتحة فاء فراولة، فاء فتحة فاء فانوس، فاء فتحة فاء فانوس، فاء فتحة فاء فراشة، فاء فتحة فاء فراشة، فاء فتحة فاء فأس، فاء فتحة فاء فأس، فاء فتحة فاء فقر، فاء فتحة فاء فقر.
عندنا الكسرة لما جت مع حرف الفاء غيرت صوت الايه؟ في. فاء كسرة في فجل. فاء كسرة في فجل. فاء كسرة في فنجان. فاء كسرة في فنجان. فاء كسرة في فيل. فاء كسرة في فيل. وآخر صاحب عندنا هو الضمة.